النهارده مع بدايه الفعاليات للمهرجان ان يبقى المسرح القلعه كامل العدد في مسرح المحكه. كمان دار الاوبرا المصريه وفرت العديد من الخدمات الخاصه للجمهور مع الالتزام التام بكل الاجراءات الاحترازيه من اول ارتداء قناع الوجه، قياس درجه الحراره، بوابات التعقيم، مسافات التباعد. المشهد اكثر من رائع في النظام والجمهور المصري البطل الحقيقي لهذا المشهد اللي ضرب مثال للوعي وللتنوير في الحفاظ على اثار بلده بالسلوك الراقي اللي احنا شايفينه ده. بالنسبه لنا ان احنا نرجع المهرجان القلعه تاني لان ده مكان يعني خاص قوي بالنسبه لنا، والجمهور بتاعه جمهور احنا بنحب نجيله لغايه عنده عشان نلعب له مزيكا. وما بيجوش المكان ده الا عشان يسمعوا مزيكا، بيقعدوا على الكراسي ويقعدوا يسمعوا. وده بالنسبه لنا من الحاجات اللي احنا بنحبها في الجمهور عشان نقدر نقدم له حاجه جديده، بيدينا فرصه ان احنا نقدم له حاجات جديده كمان. ان احنا متوقفين بقالنا سنه ما بنعملش مهرجان القلعه، ده طبعا عشان ظروف اللي كان حاصله في الكورونا، بس الحمد لله الظروف دلوقتي قلت والتطعيمات بقت موجوده كتير، الناس طعمت، فبقى الحمد لله يعني في فرصه ان احنا نعمل حفلات، بس برضو بناخد اجراءات احترازيه وعلى قد ما نقدر. المشاركه النهارده كانت ممتعه جدا، وانا الحمد لله انا وزملائي طبعا عملنا حفله كبيره جدا وعملنا اسم لينا برضو، والناس عرفتنا والناس شجعتنا، والحمد لله يعني عملنا يعني قدر من الامكان اللي عندنا كلنا طلعنا النهارده الحمد لله يعني. وجاي من بلاد البعيده لا زاد ولا ميه، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا. الجمهور متفاعل جدا جدا ولذيذ قوي، وبيغني معانا حتى واحنا بنغني الاغاني، فكنت مبسوطه جدا جدا جدا، وكان ليا شرف ان انا كنت جزء من الحفله دي. عارفينك يا حب جري بتجيلنا من الف طريق، ولا بحرك بيطفي حريق، ولا برك بينجي غريق. متدرب اقف على المسرح بقالي 7 سنين تقريبا، والحمد لله النهارده كانت حاجه كبيره ان شاء الله تتضاف يعني باذن الله. والحمد لله الحمد لله الجمهور انبسط من الحفله، ودايما كده ان شاء الله مصر بتحتفل. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملكه الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرميه جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء.